نعمل ونقطع لايف. صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر الصفحات فيسبوك. اهالي سجناء رومي من كل المناطق اللبنانيه يصعدون تحركاتهم، هكذا قالوا منذ قليل، وقالوا انهم سيتحركون تجاه قصر العدل في بيروت. الان في هذه اللحظات يلقي دمر المقداد كلمة مش عم تطلعوا، وهو متحدث باسم الاهالي. اود الاشارة الى ان هذا التحرك هو وان كان دوريا الا انه حصل بعد وفاة سجين اخر امس، وهو لوين مكملين من آل نوفل من عين الحلوي، وهو ليس السجين الأول الذي يتوفى بسبب المرض، لأنه ليس هناك أي إمكانية أي إمكانات لمعالجة هؤلاء السجناء، أي أن السجناء المرضى داخل سجن رومي هم مشاريع أموال كما يقول هؤلاء. ليش؟ إذن هذا التحرك هو جاء نتيجة وفاة السجين حسن نوفل، وهو الذي كان يعاني من أكثر من مرض، حتى أن قدمه بترت وفقد الذاكرة، ثم صارع المرض إلى أن فارق الحياة في ليلة 15 شباط. هذا ليس السجين الأول الذي يموت بهذه الطريقة. كلنا سوا بعد ما الإخوان طرابلس وصيدا يحكوا كلمتهم، نحن بدنا نتوجه على الدوار حتى نوقف نقطع، مع انه نحن مش من هواة قطع الطرقات ابدا، بس هن عم يدفعونا مجبرين لنقوم بخطوات تصعيدية مشان اولادنا اللي عم يموتوا بالسجون اللبنانية. ويعطيكم الف عافية. إذن هذا أبرز ما تكلم عنه دمر المقداد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. ثم أما بعد، ما بدنا نحكي كتير، أصبح الظلم واضح في السجون كعين الشمس، لا سيما بعد فضيحة المرفأ واللي صار بملف المرفأ. الجميع عم بقول أنه أكبر انفجار بهذا العصر، والجميع عم بقول كيف راح في عسكر وكيف راح في مدنيين، والجميع عم بقول انه هذا تفجير، اكبر تفجير بالعصر، وتفجير روح نص العاصمة وقتل مدنيين وقتل عسكر، ولحقوا هيدي الفضيحة الكبيرة بفضيحة النافعة اللي فيها كتير تنفيعات وفيها كتير رشاوي. وقبل هيك التخفيف عن العملاء امثال الفخوري وغيره كيف ظهرون من السجون وسفروهن، فاصبح القضاء في لبنان قضاء على المظلوم فقط لا غير، وقضاء على الضعيف. ما عم نقول ما في مرتكب بالسجون، ولكن كل الارتكابات اللي بالسجون وكل الجرائم اللي بالسجون ما بتشكل شيء حد انفجار المرفأ واللي عمل انفجار المرفأ، وحد اللي سرق البلد، وحد اللي نصب على البلد، وحد اللي هرب الأموال وظهر الأموال من لبنان، وحد اللي بياخد الدولار وبهرب المازوت وبهرب البنزين، حد اللي دمر هيدي البلد كلها. السجين ما عمل شيء حد هولي الجرائم الكبيرة. العالم كله متفق انه المسؤول الاول عن جريمة المرفأ وكل اللي حصل بلبنان هن الطبقة السياسية، ولا واحد فيهم بالسجن. كل الناس بتفوت على السجون الا مين؟ الطبقة السياسية الموجودة. لا حدا بيتحاسب ولا حدا بيتوقف، بل على العكس، اللي عم بيصير بالبلد هي عم بتديره اشباح، ما حدا بيعرف مين بيسرق ولا حدا بيعرف مين عم بيعمل ولا مين عم اشباح.
والسجون يا أخواننا شيء مضحك. السجون يتضاعف فيها الاكتظاظ بسبب ظروف البلد والإهمال القضائي، ولا في غداء، لا في أكل، ولا في ماء، ولا في دواء، ولا في استشفاء. واللي بقول غير هيك بيكون كذاب كذاب كذاب. صحيح، ما حدا يضحك علينا ولا حدا يكذب علينا ولا حدا يفلم، لأنه واضحة الأمور لكل الناس. بقولوا الكذابين بالإعلام قال نحن من طعمين ثلاث مرات دجاج وثلاث مرات لحمة. لو هيك الوضع خذونا كلنا لكان على السجون، منفوت ومناكل لحمة ومناكل دجاج. هن اللي برا مش ملاقيين يأكلوا، بدكن الطعموا اللي جوا لحمة ودجاج؟ يا ريت بيصورونا هن وبفرجونا كيف هالمساجين عم بيأكلوا لحمة ودجاج بقلب هيدا السجن. امبارح كان في مسؤولين وإداريين وقضائيين عن السجون، وشافوا بعينهم ولمسوا وسمعوا من بعض السجناء ومن يلي عم يديروا السجون جوا انه الاكل اللي عم يتفوت للسجون ما بيكفي 5% من عدد السجناء. الاكل اللي بدخلوه، الاكل الرديء، الاكل اللي ما بياكلوه الكلاب، هيدا الاكل ما بيكفي 5% على رديئته وعلى نوعيته الضعيفة، ما بيكفي 5% من المسجونين. ومعظم الدواء مش موجود، والأهالي بدها تروح تشتري هيدا الأدوية وتدخلها إياه لأولادة اللي جوا أو أهليها. فنحن بنعرف من بعضنا، نحن اليوم إذا واحد بيمرض بيقعد يوم اثنين ثلاثة إنه يلا بأخر الدواء بركي بيمشي الحال، لأنه الدواء انرفع عنه الدعم بسبب السرقات اللي صارت بهيدا الدولة وما قدرانين نحن نتداوى، فما بالكم بالسجين. أما الاستشفاء فهو الفضيحة المدوية. تخيلوا يا أخواني أنه مستشفى الحياة هي المستشفى هيدا المسؤولة عن السجناء، يعني بيبعتوا لها من سجناء لبنان بيبعتوها على هيدا المستشفى. هيدا المستشفى طالبة 500 دولار باتفاق مع الدولة للحالات الطارئة. الحالات الطارئة اللي بيروح يعني ممكن يموت، ممكن ينفلج، ممكن يصير معه سكتة قلبية، هيدا الشخص مطلوب منه يدفع 500 دولار حتى يفحصوه. عم تتخيلوا الوضع اخواننا؟ عم يطلبوا 500 دولار من مين؟ من الاهل اللي وضعهم مشحر، اللي هو رب البيت، صاحب البيت، صاحب الشغل مسجون، عم بيطلبوا منهم، بس لو سمحت شوي، عم بيطلبوا منهم 500 دولار حتى شو؟ قال يدخلوه على هيدي الطوارئ. واللي صار وطبقوه فعليا، من كم يوم شاب عمره 30 سنة عرف انه اهله بالمكان اللي فيه زلزال، خاف عليهم وحزن كتير للأسف، يعني شعر بشعور غريب بجسمه وظن انه بده يموت. اخدوه على المستشفى الحياة بحالة طارئة، اكيد رفضوا انه يدخلوه طوارئ ويفحصوه الا ليأمن 500 دولار. بلش يصيبه فالج الزلمة، وقع على الأرض على باب المستشفى ولك لسانه وما دخلوه. جابوله ورقة، تصوروا هو بهيد الحالة التعبانة راحوا يجيبوله ورقة ليمضي عليها ويكتب اسمه، قال انه هو رح يجيب 500 دولار. اخذوا رقم تليفونه فقطوا دقوه على الكمبيوتر لقوا انه هو موجود، صوروا كل هيدا هو بالأرض ودقوا لأهله انه ابنكن عنا ووضعوا 1 2 3 جبولوا 500 دولار حتى نحن ندخله، وما دخلوا إلا لأمنوا 500 دولار. وكان صابوا الفالج والشلل، وهو هلأ وين؟ بمستشفى الحياة عم بيهتموا فيه؟ لا، برومية. بعتوا معه نيرس يعني؟ لا، لحاله. طب مين عم بيهتم فيه؟ ولا حدا. طب مين عم بيطعميه؟ ولا حدا. طب بحاجة لأكل خاص؟ ولا حدا. طب بحاجة انه يكون اكله قليل الملح؟ ما في. طيب السكر؟ ما في. طب مين بدي يعلق له مصل؟ ما في. ما في شيء. في انه 500 دولار على سعر الصرف على 80,000 اخذون الشباب الطيبة وروحوا دقوا راسكم بالحيطان انتو، ويموت السجين اخر همهم. امبارح مات سجين اخر بسبب الاهمال الطبي، عنده سكري ما كان يتأمل له الدواء، أصابت إجره غرغرينا بسبب عدم النظافة في السجون، قطعوا له إجره طبعا بعد مماطلة وأيام وأشهر.
وإهمال طبي، ولكن كان فات الأوان بعد ما قطعوا له إجره. مات امبارح ووصل خبر وفاته، اسمه حسن الحكيم. يعني الدولة مسكرة المدارس لأنه الأساتذة يعني ما معهم يقدروا يتكلفوا، ولأنه وضع الدولة ضعيف وما في مال، كرمال هيك شو عملوا؟ سكروا المدارس. لا، لأنه الوضع بالمدارس هيك. طيب إذا المدارس اللي هو ما حدا مريض فيهم وما حدا من الأساتذة مريض وسكرتوها، مش الأولى بالسجون اللي لا في استشفاء ولا في أكل ولا في دواء ولا في شيء إنه هيدي السجون تتبيض وتتسكر ويظهر كل اللي فيها؟ لذلك أطلقوا سراحهم أيها المجرمون، أطلقوا سراحهم يا بلا ضمير، أطلقوا سراحهم يا بلا إنسانية وبلا دين. بأي بلد بالعالم بيصيبوا اللي صاب لبنان وضع اقتصادي ومالي، أول شي بيهتموا بالضعيف اللي هو بالسجن، بيظهرون حتى هول الناس يعيلوا نفسهم وعيلوا أهليهم. فنحن إن شاء الله ما لح نوقف تحركات. قلنا قبل كان الدولار 20 وقلنا ما حنوقف، صار الدولار 50 وما حنوقف، و80 و100 و200 و300 ومليون ما حنوقف. حنضلنا نتحرك حتى يظهروا شبابنا، وحتى يظهروا مشايخنا، وحتى يظهروا أحبابنا وأهالينا وإخواننا، كلهم بدهم يظهروا. أو أنتوا بتفوتوا بدالهم. ممنوع حدا يبقى بالسجن بقى من الشباب، ممنوع حدا يبقى بالسجن من كل الملفات، لأنه اللي صار بكفي. مجرمين واضحين، تهم ما ضل إعلامي ما يطلع حكى فيهم بالأسماء والأدلة والبراهين على التلفزيون، ولا حدا بالمرفأ. يا خي مين فجر المرفأ؟ لكن اتهموا إسرائيل، يا خجلانين يا كذابين، ما بيتهموها. ليه؟ لأنه مدنين. إذا اتهموها هن مدنين. طب مين بينحبس؟ أشباح. رفيق الحريري أشباح، سبعة أيار أشباح، وعدوا ومدوا قد ما. طب الدولار، طب البنك المركزي، طب الأدوية، طب مال الناس، عم يحرقوا البنوك العالم. طب مين اللي خرب الدولة؟ أشباح. ما حدا بيتوقف. واحد على الحاجز نسي الحاجز ما وقف، شو بيعملوا فيه؟ واحد ما معه هويته، شو بيعملوا فيه؟ واحد راح المستشفى تطبب وما معه مصاري، شو بيعملوا فيه؟ اللي عم بيطالبوا بميلون، ميلون جانا عمرهم 20 سنة اشتغلوا برا وجوا، شو عم بيعملوا فيهم؟ راحوا. احد الشباب اللي اجى لهون على قصر العدل وصار يعني صار معه عدة صار معه مشكلة، راحوا حبسوا بيه وهو الزلمة ميت بالمرفأ، حبسوا بيه ما استحوا يحبسوه، ولك اخذوا ابنه. يعني واصلين بمرحلة شيء مخجل جدا، ولكن نحن بإذن الله ما لح نوقف وما لح نسكت، ومندعي الجميع يا جماعة الخير، الملفنا اليوم نحن مع هيدي الطبقة السياسية. ما بقى حدا يقول هول ملفات والله إسلاميين ما دخلنا فيهم، هول ملفات بعلبك الهرمن ما دخلنا فيهم، وطاعون طرابلس ما دخلنا فيهم، المرفق لحاله وهيدا لحاله. الكل بده يتوحد بوجه هيدا الطبقة الفاسدة، الكل بده ينزل بوجه هيدا الطبقة الفاسدة. ظلمونا كلنا، قهرونا كلنا، جننونا كلنا، فهول كلهم لازم نحن نتوحد بوجهن وننزل دائما حتى نتحرك. ومثل ما قال هلا خلينا دمر، بدنا ننزل نتحرك على الدوار حتى نقطع الطريق، ولازم نزيد الضغط دائما حتى هيدا الملفات تتسكر ويظهروا الشباب من السجون. إذا سيتوجه هؤلاء المعتصمون والمتحركون إلى قطع الطريق. طبعا أنا ما هزيد كثير على الأستاذ دمار وعلى الأستاذ خالد، بس نحن بالسابق أعطينا حل لهالسياسيين بلبنان، وطبعا وانتم بتعرفوا مؤخرا من فترة قصيرة القاضي عويدات أطلق سراح الموقوفين المتهمين بتفجير مرفق بيروت اللي دمر كل بيروت وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى. فمنقوله للقاضي عويدات كنت كمل بهذا المشروع،
كمل اطلق سراح الموقوفين بكل السجون اللبنانية. بتكون عملت شهم. بنرجع بنقول للدولة اللبنانية الحل في لبنان. نحن طالبنا بالعفو العام مرارا وتكرارا ولكن ما في توافق عام عليه، ولكن نحن اعطيناهم صيغة ووزير الداخلية قدمها على مجلس النواب. وزير الداخلية حاطت هيدي الصيغة بالأمان العام لمجلس النواب يلي هي بتحدد السنة السجنية 6 أشهر ومثل ما بيقول تحديد المؤبد ب20 سنة وتحديد حكم الإعدام ب25 سنة. السياسيين إجا بيصوتوا على هيدي الصيغة. أنا برأيي الحل بلبنان وحل الاكتظاظ بالسجون بيكون خلص. يعني هذا هو، ما بدي زيد أكتر من هيك. ومثل ما انتم شايفين انتم الوضع الاقتصادي بلبنان، اليوم الدولار ب81,000. اليوم الدولة عجزت على أن تحكم السجين وطعم السجين، ومثل ما بيقولوا لك تنزلوا على المحكمة لأنه هي ما عندها مازوت أو ما عندها بنزين. فمنطلب من كل الطبقات السياسية بلبنان ومن كل المراجع اللبنانية بلبنان أنه يرقفوا بهالمساجين ويطلعوهم فورا، مثل ما أطلقوا سراح متهمين تفجير مرفق بيروت. السجناء بالسجون اللبنانية أولى منهم أنه يكونوا برا بالحرية ويساعدوا أهلهم بهالظرف الصعب والظرف المزري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا إخوتنا أحبائنا أعزائنا، نحن يعني 5 لـ7 دقائق بتكون تتوجهوا على الدوار لحتى نقعد على الطرقات، لأنه هيك بدهم النواب 128 نائب. بدي أرجع أقول هيك بدهم أمهاتنا تضل بالطرقات، أمهاتنا تضل سايحة ونايحة ودموعها على وسع خدودها وماشية، لأنه حضرتهم بس بدهم إياها للناس بالانتخابات، بس بدهم منها أصوات. يعني اليوم اللي بردين ما بيعرفوا فيه واللي عم بيجوع ما بيعرفوا فيه، بس وقت اللي بيروحوا أو بدوا يترشحوا على الانتخابات بيروحوا بيجيبوا حتى المكرسح لحتى ينتخبون، بيجيبوا يعني اللي عنده إعاقة جسدية بيرموا عليه بسجلات وبيروحوا بيبعتوا له سيارة لحتى تاخده. فنحن هلا بدكم تتهيئوا لحتى ننطلق على مسيرتنا من هون باتجاه الدوار، ونحن إلنا شغلنا وما بتعرفوا الأمور لوين بدها تروح، لأنه اليوم مقررين نحن إنه أولادنا ما بقى نسمح أبدا ناخدهم ونستلمهم وفيات بسجون اللبنانية، السجون الغير مؤهلة حتى تكون سجون ما بتصلح حظيرة أو زريبة للحيوانات. لو فوتناهن عليها أو دخلناهن عليها بيرهطوا وبيطلعوا منا. فلذلك جهزوا أنفسكم حتى نتوجه باتجاه الدواري، ويعطيكم 4. قبل ما نتوجه للدوار بدي أقول كلمة. البارح اللي صار بمنطقة حرتالة بالبقاع واللي عم بيصير بالشمال واللي عم بيصير ببيروت، لو الدولة عطت عفو عام وبيضت هالسجون كلها هاي ما كنا شفنا الدماء عم تنزل وعم تنزف من أبناء أولادنا اللي هن الجيش اللبناني، ولا كان من هالمطالب اللي عددهم ب80,000 أساساً. حتى لو جابوا هالمساجين وحطوها ما في محلات، ما عاد في عنا أماكن بالسجون لحتى ينحطوا. نحن أساساً عم نعاني من اقتزاز بالسجون وعم نعاني من قلة الأكل وقلة الطبابة وقلة الأدوية. 5% من المساجين اللي عم يطلعوا، مش اللي بقلب السجن، اللي عم يطلعوا للأسف عم بيموتوا، والسبب هو الجراثيم اللي عم يلقطوها من قبل السجن. زلزال تركيا وسوريا حرك ضمائر العالم كله، حرك شعوب العالم، ولكن انتو ضمائركن يا 128 نائب ما تحرك. من هز ضميركن قدام سجين قاعد بمبنى متصدع مهتري عايف حاله من سنة 1970 اللي عم بيقول الله أكبر
يناشد ربه انه يحميه، ما انه عارف حاله اذا هتسقف هيدا رح يتربع على راسه او لا، وباله بعائلته اللي مش عارف مصيره شو هو بده يكون برا. 128 نائب، يا ريت ضماركم تنهز وتوعوا بقى، اولادنا عم بتموت جوا، نسبة الاكل صارت كتير ضئيلة، امراض لا تعد ولا تحصى، ومثل ما قال الشيخ خالد كل واحد بيقول انه اللي قاعد بالسجون اللبنانية قاعد بخمس نجوم، فنحن بنقول له كذاب وميت كذاب. المجدرة بطن درب براس الحيط اللي عم ياكلوها، البطاطا المعفنة اللي عم بيجيبولن هي ادوية، اذا ما قدمنا ورحنا على المستشفيات وحطينا تأمين لأي مستشفى يلي بلا ضمير المستشفيات، ولادنا عم بتموت. ويمكن بهاليومين كمان رح نسمع عن حالة كتير وضع سيء رح تتوفى. هالزلزال اللي جمع كل العالم وقالوا الله أكبر، إلا عنا بلبنان، إلا عنا بلبنان اللي بعدهم بس عم بتطلعوا وافي مصاري وافي سرقة وافي فساد، وآخر همهم الشعب اللبناني، وآخر همهم أولادنا اللي متروكة بالسجون واللي عم بتموت. للأسف ضميركم هيدا، روحوا كبول إنكم أنتوا أشخاص بلا ضمير. إذن سيتوجه هؤلاء إلى الوقوف في الشارع وقفة رمزية. وذلك لإيصال رسالة مفادها. بدي وجه كلمة لقائد الجيش اللبناني بأن العفو العام الشامل هو الحل، إضافة إلى تبييض السجون، باعتبار أن هذه السجون لم تعد مهيئة لأن تكون سجونا. يعني نحن عنا بعلبك الهرمل 35,000 مطلوب، إذا 35,000 مطلوب بده يكونوا 35,000 ضحية. لا، ما رح نقبل ولا بنقبل ولا ممكن نقبل انه 35,000 مطلوب يصيروا 35,000 قتيل. هذا شيء اجرام، هذا ما بنقبله نحن. طبعا مش نحن عم نقول اجرام من الجيش اللبناني، لانه هذا المطلوب المدجل بالسلاح، هذا وقت بده يتداهم اكيد رح يدافع عن نفسه، لانه بده يعتبر حاله هذا رايح. هذا التحرك وليس الاول من نوعه، رايح على الاعداء هنا. أكيد مش لو كان الجيش اللبناني، لو مين ما كان، واحد مطلوب عليه 100 مذكر تعيش او 500 مذكر تعيش، هذا كلام مش لقائد الجيش، هذا كلام للنواب. اذا انتوا يا نواب الحل بايدكم، انتوا لازم تدفعوا الجيش اللبناني لنروح بمواجهة الناس وبمواجهة المخلوقات. يشدد هؤلاء على أن العفو العام الشامل إذا ما تحقق فإنه سيكون كفيلا بمكافحة الجريمة، لأن القوة الرادعة القانونية لمن يعفى عنه ستكون فاعلة، حيث أن المعفية عنه ستضاعف له العقوبة إذا ما أعاد وكرر أي جرم. إذن في بداية الانهيار الذي أصاب لبنان أصاب السجن بشكل مضاعف. كلنا نعرف بأنه أصلا داخل السجن أسعار السلع داخل السجن هي أصلا بتكون 4 أو 5 مرات قبل الانهيار الاقتصادي، فكيف بعد الانهيار الاقتصادي أسعار الأكل؟ طبعا هيدا عدا أنه
كثير من الأدوية هي فقدت خارج السجن، فبالتالي داخل السجن هي معدومة. يؤكد هؤلاء أنهم لا يحبون أن تقطع الطرقات، لكنهم مجبورون على إيصال الرسالة لمن يعنيهم الأمر. تطرق هؤلاء المعتصمون إلى الوضع الانتخابي الذي يحول المرشحين من الفرقاء السياسيين من مرشحين إلى خدام لدى من يملكون الأصوات. أود الإشارة إلى أنه في الانتخابات الأخيرة كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اجتمع بلجنة أهالي الموقوفين ووعدهم بأن يكون العفو العام على رأس الأولويات داخل البرلمان اللبناني. طبعا هذا الوعد ذهب مع ذهاب الحريري من الحياة السياسية في لبنان. نواب آخرون أيضا كانوا قد وعدوا هؤلاء، وهناك مشروع للعفو العام، لكنه حتى هذه اللحظة الله يبارك فيكم جميعا. خلوا الإخوة بالمقدمة والأخوات وراء، الله يجزيكم خير. وبدنا نمشي، الله يجزيكم خير، خمسة خمسة. خلينا نظبط الصفوف، الله يجزيكم خير. نظبط الصفوف، الله يجزيكم خير. أبو عمر اشتغل لي بالصفوف، الله يبارك فيكم. يوسف اشتغل بالصفوف، عبد اشتغل لي بالصفوف، الله يبارك فيك. هاي راغين ظبط الصفوف عندك، خمسة خمسة عجل، خمسة خمسة الله يبارك فيكم. شباب خمسة خمسة، يلا ما بقى السبوق بدنا ورا، مش أشكال. قدم شوية أبو غسان، قدم شوية أبو غسان. بس أبو غسان قدم شوية شباب عشان الأخوات. بس طيب طول أبو غسان، بس أنا بزبط الأخوات بلاشتوه. كمان الأخوات الله يجزيكم خير، حاولوا نكون خمسة خمسة الله يجزيكم خير. والشباب كمان نحافظ على الصوت. الأخوات كمان خمسة خمسة الله يجزيكم خير، حاولوا. أجزان زين الأخوة. ستنطلق المسيرة في اتجاه دوار العدلية. بدنا طبيب السجون، كل ما أقول شغلة بتقولوا بدنا طبيب السجون. قبل ما أقول الصرخات، إذا حدا بده يعرف مطلبنا، ما هو مطلبنا في هذه التحركات؟ الشعب يريد طبيب السجون. الشعب يريد طبيب السجون. الشعب يريد طبيب السجون. إخوة أخوات الله يبارك فيكم، بتعيدوا وراء، بدنا تبييض السجون من غير لف ولا دوران. بدنا تبييض السجون. صوت عالي الله يجزيكم خير.
بدنا من غلف ونادى وغار لا حنكل ولا حنمل لا حنهدى ولا حنروح زاد الظلم وطفح الكل الاهالي عم بتنادي الشباب عم بتنادي النساء عم بتنادي امهات عم بتنادي اخوات عم بتنادي الاطفال عم بتنادي الشعب يريد تبييض السجون أبو حسن شوي شوي بس الشعب يريد تبييض السجون الشعب يريد تبييض السجون هلا بنقول ولا اقول الجمله بعيد ورا بيكفي هون اهالي السجناء يتحركون كل في منطقته اما اليوم فقد اختاروا ان يكون هذا التحرك مركزيا داخل العاصمة في العاصمة وأمام ما يطلق عليه قصر العدل بدأت هذه المسيرة أو هذه التظاهرة الرمزية من أمام قصر العدل وهي تتجه نحو مركز الأمن العام الرئيس على دوار العدلية لا حنهدى ولا حنروح زاد الظلم وطفح الكيل اهالي عم بتنادي بدنا بصوت اعلى اهالي عم بتنادي الشباب عم بتنادي النساء عم بتنادي الاخوات عم بتنادي امهات عم بتنادي النساء عم بتنادي الاطفال عم بتنادي الشعب يريد تبييض السجون الشعب يريد تبييض السجون اخرجوا من هو متهم بقتل اكثر من 230 شخص في تفجير العصر بسبب مناكفات بين قضاة والمظلومون في السجون لذلك هذه التحركات مطلبنا الشعب يريد تبييض السجون قتلوا من قتلوا وفعلوا ما فعلوا وظلموا ما ظلموا وتجنوا ما تجنوا مطلبنا الشعب يريد تبييض السجون سرقوا ما سرقوا ونهبوا ما نهبوا وفعلوا ما فعلوا وما زال إخواننا في السجون وما زال مظلومون في السجون مطلبنا الشعب يريد تبييض السجون صوت على يا محمد الشعب يريد تبييض السجون صوت على يا شباب بدهم يقفشوا المطلب الشعب يريد تبييض السجون إذا ظننا أننا سنطلع من الشوارع وسنترك الشوارع وسنترك إخواننا المظلومين نقول لهم لا هو مطلبنا الشعب يريد تبييض السجون إذا ظنوا أننا سنهدأ وسنكل وسنمل وسنترك الإخوة
بقول مطلبنا من غير لف ولا دوران. بدنا طبيب السجون من غير لف ولا دوران. لا حن كل ولا حن مل. لا حنهدى ولا حنروق. ايش يا غسان؟ لا حنهدى ولا حنروق. اذا صاروا لا حنهدى ولا حنروق اسمعوا. لا لا حدا لا حنهدى ولا حنروق. ثاني الظلم وطفح الكيل. اهلي عم بتنادين. اهلي عم بتنادين. الشباب عم بتنادين. اشعرت عم بتنادين. يا الصراحة شوية غسان تفضل. إذن هذه الوقفة الرمزية هي للتعبير عن ضرورة إخراج كل السجناء. رائدة الصلح، أنت متحدثة باسم أهالي الموقوفين، شو أبرز ما وعدتوا فيه من قبل يعني اللي عم تجتمعوا معهم من السياسيين من المعنيين وزير الداخلية النواب نواب المناطق؟ للأسف نحن عم نسمع وعود كتير من كل النواب، ما حدا صادق معنا، كل حدا منروح لعنده بحيلة على نائب آخر أو على كتلة تانية إنه المشكل مش عنا نحن بإعطاء العفو العام، كل حدا بحيلة على حدا. آخر زيارة نحن عملناها كانت للنائب توني فرنسية وعدنا بحلول بحال إن شاء الله إذا إجا بيو رئيس جمهورية، وعد إنه البلد ما لح يمشي حاله إلا بتبييد السجون، ونحن بدنا نضل نساعد ونطالب لأنه ولادنا مش إرهاب. الإرهاب هو اللي فجر المرفأ، هو اللي قتل هالضحايا وهالأطفال، واللي جوع العالم، واللي سرق المصاري، واللي عم يتلاعب بالدولار. هن هول الإرهابيين الحقيقيين، ولادنا ما هم إرهابيين. أنتوا السبب. طيب سؤال، مين قابلته كمان من السياسيين؟ بصراحة نحن رحنا على كل الكتل، رحنا على كتلة حركة أما، رحنا على حزب الله، رحنا عند العونية، رحنا عند المرضى، عند كل الكتب النيابية نحن زرناها، ما في كتلة إلا ما رحنا عليها، وكل الكلام نفس الشيء، حدا بيحيل على حدا، ما حدا عم بيطلع على هالملف بإنسانية، لأنه هيدا ملف السجون، هيدا صار ملف إنسانية أكثر ما إنه يتصوروا هني. طيب ما قلتوا لهم إنه هني يعني طووا ملف الطيوني وملفات التانية؟ صح، نحن حكينا بهيدا الموضوع وقلنا انه ملف الطيوني تسكر، ملف المرفأ على تسوية، والظاهر هيك بده يصير. ليش ملف المساجين هن تركينه الرهائن بيناتهم؟ هول بيعتبروا رهائن، ولادنا صارت رهائن عند الدولة اللبنانية. شكرا لك رائدة الصلح، واحدة من المتحدثات باسم أهالي سجناء رومي. ما قادرين نتحرك، ما قادرين ناكل. هذه الباحة تشهد للمرة الأولى هذا التحرك من قبل أهالي السجناء هنا تحت دوار العدلية. بزيادة بكب ظلم يا كفرة يا إرهابية. إذن كما قالت رائدة الصلح، الزيارة الأخيرة قام بها هؤلاء السجناء إلى النائب توني فرنجي الذي قال إنه في حال وصول والده إلى سدة رئاسة الجمهورية فإنه سيقر العفو العام وتبييد السجون، لأن الأمر لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. هذه الوقفة من المفترض أن تنتهي بعد خمس دقائق فقط،
بعد اعلام القوى الامنيه والاجهزه المعنيه. ولك تبو ولك بيت تبو على هيك شرطه بيقفه على هيك شرطه. اذا ملف السجون على هيك شرطه ظالمه. ملف السجون لا يزال يتفاعل حتى هذه اللحظة لأن الحل الجذري منتم الجريمة بلبنان. نأخذ العفو من أسلاء. نحن بدنا أولادنا وبنطالب الحرية لعلن. ملف السجون حتى هذه اللحظة لم يدخل إليه الحل الجذري. كل الحلول الموقتة لن تؤدي إلى حل الأزمة. وجود الآلاف من الذين لم يحاكموا حتى هذه اللحظة، تبرئت العشرات لا بل المئات بعد عدم ثبوت التهم عليهم، خصوصا التهم التي تكون مفبركة وهي تحت إطار الإرهاب. هناك العشرات لا بل المئات من هذه التهم اكتشف فيما بعد أنها مفبركة، وأقر المجلس العدلي في لبنان براءة كثير من هؤلاء الذين اتهموا بالإرهاب بعد سجنهم نحو 17 سنوات. هؤلاء لم يعوض عليهم. إذن مشكلة السجون، سجن رومي تحديدا، مشكلة متشعبة، خصوصا أن هناك أكثر من 30,000 مطلوب أيضا في بعلبك الهرمل. هم مطلوبون استنادا إلى تقارير مخبرين. هذه التقارير عادة ما تكون ليست دقيقة، إنما يصبح الشخص مطلوبا بمجرد ورود اسمه داخل تقرير أمني. هذه المشكلة المتشعبة يرى هؤلاء ويرى كثير من الخبراء بأنها لا تحل إلا ببناء سجون وبالإسراع بالمحاكمات أو بتبييض السجون وإقرار العفو العام الشامل. شكرا لمتابعتكم، سنوافيكم بكل جديد على كل صعيد بإذن الله.